يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سألتكم حفظكم الله في درس سابق عن أرض اشتريتها وفي المستقبل لا أدري هل سأبني عليها أم سأبيعها، فأجبتم أنه لا زكاة فيها، لكن إذا كانت الأرض منحة من الدولة فهل فيها زكاة أم لا؟ إذا نويتها للبيع، إذا نويتها للبيع بدأ فيها حول الزكاة من النية، إذا تم عليها حول بعد النية زكيها، أما إذا لم تنويها فليس فيها زكاة. نعم. إذا لم تنويها للبيع فليس فيها زكاة. نعم.